بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومع الخصال الموجبه للاستظلال بظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله ناخذ شيئا من ما اخبرنا به صلى الله عليه وسلم من تلك الخصال العظيمه في صفه الرجل المعلق قلبه بالمساجد. جاء في لفظ ورجل قلبه معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود اليه اي من حين ان يغادر من المسجد قلبه شغوف ومتلهف ومشتاق الى ساعه العوده والرجوع الى بيت الله سبحانه وتعالى مره اخرى. التعلق بالمساجد لا يلهمه الا القلب الموفق من عند الله سبحانه وتعالى بالتوفيق الخاص وذلك سر من التوفيق لا يجده كثير من الخلق ولا كثير من الناس. المساجد بيوت الله انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر. عمارتها دلاله الايمان وشعار على الايمان وعمل عظيم عند الرحمن سبحانه وتعالى. يعظمها القران ويعظمها نبينا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. تعظيم المسجد تعلق القلب بالمسجد، محبة المسجد علامة دلالة على استحقاق هذا العبد للاستظلال بظل عرش الرحمن اذا رايتم الرجل يغشى المسجد او يعتاد المسجد فاشهدوا له بالايمان جاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله يبتغي بذلك وجه الله بنى الله له به بيتا في الجنة. من بنى مسجدا لله يبتغي بذلك وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة بناء المساجد عمارة المساجد الحرص على المساجد والحفاظ عليها يدخل تحت مظلة تعلق القلب بالمساجد وتعظيم المساجد ومحبة المساجد فهي بيوت الله سبحانه وتعالى في أرضه نموذجنا في هذه الحلقة الذي نأخذه مثالا من الأمثلة الصالحة التي ظهرت فيها هذه الصفات وهذه العلامات لان الله جل وعلا عندما حكى لنا عن صفات البر والصلاح والهدى والاستقامه لم يحكي لنا تلك الصفات فحسب بل قص علينا في القران الكريم اخبار اقوام تحققوا بها وامتلات بها قلوبهم وظهرت على جوانحهم كل ذلك لكي يسهل لنا بهم الاقتداء والاهتداء فنحن كذلك ناخذ في هذه الصفات اخبار اقوام تحققوا بها علنا ان نقتدي بهم ونتأسى بهديهم نموذجنا في هذه الحلقة هو الإمام الفاضل العالم العلامة أحمد بن زين بن علوي الحبشي من آل أبي علوي ولد رحمه الله جل وعلا وعلى درجاته في بلد الغرفة من مضواحي مدينة سيئون في عام تسعة وستين وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نشأ نشأة صالحة تحت ظل والده وأمه الكريمين وتربى على محبة العلم وطلب العلم وتعظيم العلم وإرادة الخير ونشر الخير ونفع الناس وتعظيم دين الله جل وعلا كان يقول كنا في أيام صغرنا عندنا نهمة شديدة ورغبة شديدة لتحصيل العلوم لزيادة الإيمان ما أعجبها من رغبة ما أعظمها من نهم وكنا نخرج في طلب العلم من بلدتنا إلى القرى المجاورة إلى سيئون إلى تريم نسير قال وكنا نخرج مع من يخرج معي ونمكث أياما طويلة لا نحمل معنا إلا التمر ليس إلا التمر فحسب لا دقيقا ولا غيره نكتفي بأكل التمر فقط لكننا نريد أن نحصل العلوم بعد سن كبير تعرف في مدينة تريم على الإمام عبد الله بن علوي الحداد فتتلمذ على يديه كانه طفل صغير، لحبه للعلم وتحصيل العلم والتحقق بالعلم رضي الله عنه وارضاه. ظهرت فيه صفه العنايه بالمساجد. كان اذا ذهب الى اي قريه، اذا ذهب الى اي بلده يسال عن مسجدها، يسال الناس عن مسجدهم وعما هم فيه وما يحتاجون اليه في مسجدهم. وكان حريصا على عماره المساجد والتكثير منها حتى بنى وعمر رحمه الله تعالى. مع قله ذات يده وشح الموارد في ذلك الزمان وصعوبه الظروف والوضع الصعب الذي مر به بنى وعمر في قريته وفي القرى المجاوره لقريته اكثر من سبعه عشر مسجدا رحمه الله تعالى وعلى درجاته في بلده وفي البلاد المجاوره لبلاده ولعظيم نيته ولصدق اخلاصه مع ربه لا تزال هذه المساجد معموره بالعلم والصلاه والدعاء وقراءه القران الى يومنا هذا رحمه الله تعالى واعلى له الدرجات من قوه حرصه على نشر الدين والخير وتعظيم مساجد الله تعالى وبيوته كان ينفق الاموال الكثيره الطائله على المساجد يضعها اوقافا لبيوت الله سبحانه وتعالى ويدور عليها بنفسه ويخرج إليها بنفسه ويتفقدها بنفسه رحمه الله جل وعلا حتى كان يسميه بعض الناس أبو المساجد. أبو المساجد لأنه يهتم بشأنها ويهتم بها ويعظمها توفيقا له من ربه جل وعلا. هذا الإمام كتب رسالة عظيمة شريفة جليلة أسماها الرسالة الجامعة والتذكرة النافعة. رسالة صغيرة الحجم. كبيرة المعنى عظيمة الأثر تكلم فيها أولا عن ما يتعلق بالاعتقاد والتوحيد لله سبحانه وتعالى ثم تكلم بعد ذلك عن بعض أمور الفقه من صلاة وصيام وزكاة وغير ذلك ثم تكلم بعد ذلك عما يتعلق بشان تهذيب الصفات تطهير القلب تنوير الأخلاق الرسالة الجامعة قال عنها رحمه الله تعالى ورضي عنه الرسالة الجامعة أرجو لمن قرأها وعمل بها أن يجعله الله تعالى من أهل العلم الظاهر والباطن، من أهل العلم الظاهر والباطن. عظيمة المعنى، غزيرة الفائدة، لا زال الخلق ينتفعون بها إلى يومنا هذا، إلى وقتنا هذا، وهي مفيدة لكل مبتدئ أراد أن يتعلم أمور دينه فعليه أن يقرأها. كان يقول عنه أقرانه بل شيوخه إنا نرى في هذا الإمام أنه بلغ في العلم رتبة الأئمة المجتهدين كالشافعي وأمثاله رضي الله عنه وأرضاه لسعة العلم الذي أحاط به لكثرة العلوم التي تعلمها فقضى عمره على بر وتقوى وصلاح حتى ختم الله عمره بصالح الأعمال في عام خمسة وأربعين بعد المئة والألف من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره آنذاك ستة وسبعون سنة رضي الله عنه وارضاه. رساله الى كل ميسور من المسلمين، الى كل قادر من المسلمين، تفقد بيوت الله جل وعلا. انفق على بيوت الله سبحانه وتعالى يضاعف لك الاجر عند ربك جل وعلا. رساله اخرى الى كل من يعيش في قريه او في مدينه او في بلاد، احسن الى مسجدك. احسن الى مسجدك بقدر ما تستطيع، انفق عليه ما استطعت. ساهم في نظافته ساهم في حمايته ساهم في عماره المسجد بالاعتكاف فيه ساهم بعماره المسجد بالصلاه فيه بالحرص على الجماعه فيه وعظم مسجدك الذي تصلي فيه والمساجد الاخرى وانها من شعائر الله سبحانه وتعالى انما يعظم شعائر الله من امن بالله واليوم الاخر وانها شعائر عظيمه جليله كبيره بيوت الله جل وعلا في ارضه واحب البلاد الى الله مساجدها رزقنا الله واياكم تعظيم المساجد والتعلق بالمساجد وحلانا واياكم بهذه الخصله الكريمه الموجبه للاستظلال بظل عرشه يوم لا ظل الا ظله انه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين.